الجزائر العميقة، جزائرنا بطبع عميقة وجميلة وساحرة بشواطئها بطبيعتها بشعبها الكريم شعب الجزائري. هذه الفقرة سأستضيف من خلالها، سنتحدث عن موضوع مهم جدا يخص كل الابتدائيات بالجزائر على عبر 48 ولاية، هو فصل وزارة المالية تفصل في تمويل المدارس الابتدائية. لإثراء هذا الموضوع يحضر معي في الاستوديو في برنامج شروق مورنينغ سيد العمول الغليظ، وهو رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي قطاع التربية. سنباب مساءك، صباحك سعيد. عندي مشكلة مع الصباح والمساء، حييت نرجع للصباح. صباح الخير ضيفي المحترم، أهلا وسهلا بك. صباحك أسعد إن شاء الله وأهلا. الله يخليك، شكرا. إذن هو موضوع مهم جدا، هذه هي نقطة كنت أتحدث في الكواليس أنا وأنت، هي قديمة ولكن طبقت هذه السنة، ما الهدف منها؟ هو بدأ يجب أن أوضح للرأي العام أن هذه العملية هي عملية يعني قديمة، واتخذ القرار منذ حوالي 7 أشهر فيه اتفاق ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية على أساس أن عملية تسيير المدارس الابتدائية تخضع بصفة نهائية فيما يتعلق بالشأن المادي إلى وزارة الداخلية، وذلك لعدة أسباب. لماذا؟ لأن في الأصل المدارس الابتدائية كان البلدية لها جزء كبير من عملية تسيير، لا سيما ما تعلق بالتمويل وما تعلق بالعمال، بحيث أن مدراء المدارس الابتدائية كانوا العمال ما همش تابعين لوزارة التربية الوطنية، وإنما هم عمال يتقاضون أجورهم من المجالس الشعبية البلدية. الجديد في هذه التعليمة أن الآن المطاعم المدرسية أصبحت تخضع ل يعني تسيير مباشر ومتابعة ومراقبة من قبل البلديات. أن وزارة التربية يعني هناك موظفين يتنقلون يوميا، ربما فسر لنا أكثر. أقبل في 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 فيما يخص مثلا تحديد الممونين للمطاعم المدرسية، كان لمدراء المؤسسات ومستخدمي قطاع التربية لهم دور أساسي في هذه العملية. الآن أصبحت العملية برمتها يعني تجرى على مستوى البلدية. ربما هذا الشيء بالضبط اللي هو جديد في العملية، زائد أن المجلس البلدي له الحق في متابعة ومراقبة يعني عملية الإطعام هذه داخل المؤسسة التربوية، كما أن لوزارة التربية جانب من هذه العملية، جانب من هذه العملية الخاصة بالمتابعة. وهو في الأصل يعني المدرسة الابتدائية تختلف تماما عن المتوسطات والثانويات. لماذا؟ لأن المتوسطات والثانويات كل المستخدمين داخل المؤسسة التربوية هم تابعين بصفة يعني لوزارة التربية، ما فيهش عامل داخل متوسطة أو ثانوية هو غير موجود في قوائم العمال التابعين لوزارة التربية. بينما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الابتدائيات يعني ما عدا مدير المؤسسة والأساتذة فقط لتابعين وزارة التربية، باقي العمال من عمال وحراس وعمال متعددي الاختصاصات كلهم تابعين للبلدية. ضف إلى ذلك أن تمويل المؤسسات من يعني مستلزمات للعمل، مستلزمات إدارية كانت أو مستلزمات خاصة بالأطفال مثلا في التدفئة أو مثلا ما هو خاص بوسائل التبريد أو غيرها من وسائل العمل، كلها البلدية هي المسؤولة عن اقتنائهم. يعني ما فيهش مدير المدرسة الابتدائية ما عندوش الأمرية بالصرف، مش آمر بالصرف
كما هو موجود مثلا في المتوسطة. لكن لماذا ما عندوش ميزانية؟ نعم، لماذا تم الاختيار لهذه السنة بالذات؟ ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت بالوزارة أن ترجع مطاعم الابتدائيات الجزائر إلى وزارات أخرى وتصبح ليست تابعة للبلديات ربما أو لقطاع آخر؟ أليس هناك أسباب ربما راجعة للتسممات غذائية وقعت، أو هناك مشاكل وقعت؟ ما الأسباب الحقيقية التي دفعت لإرجاعها الآن إلى تابعة للوزارة مباشرة؟ هو هي المشاكل هو إضافة إلى ربما هذه المشاكل والصعوبة في تحديد المسؤولية. لماذا؟ لأن في الأصل كما ذكرت لك، في الأصل كنت فيه نوع يعني من عدم تحديد المسؤوليات، لأن الابتدائيات حتى قبل هذه التعليمات كان فيه خلط في المسؤوليات، كان جزء حتى قبل صدور مسؤولية من المقتصد ما بين مسؤولية المجال الشعبية البلدية ووزارة التربية. واضح. لأن في الأصل الجماعات المحلية كانت عندها يعني كان طرف أساسي في الابتدائيات، طرف أساسي مثلا كما ذكرت التسممات. يجب أن تعلم أن داخل المدارس الابتدائية في كثير من المؤسسات التربوية لا يوجد طباخ مختص. لماذا؟ لا يوجد طباخ مختص. لماذا؟ لأن وزارة التربية في الأصل غير مسؤولة عن العمال الموجودين في الابتدائية. وبالتالي البلدية في كثير من الأحيان تبعث عمال. من المسؤول؟ تبعث عمال من البلدية. البلدية. يعني البلدية. هذا في الأصل. البلدية يعني تحمل البلدية المسؤولية كاملة، بما أنها ترسل هناك ليس الطباخين مسؤولين، خاصة أن يتعلق التغذية للطفل الصغير، يعني طفل 6 سنين حتى 12 سنة ما زال طفل صغير وما زال يحتاج لنمو عقله ونمو جسمه. يعني هناك حدثت يعني تسممات غذائية، الوالدين ولو متخوفين من هذه المطاعم وما عادش يضعوا ثقة لهذه المطاعم. ألا تظن أن هذا هو السبب الرئيسي؟ أعتقد أن وزارة التربية يعني باختيارها لهذا الطرح هو طرح سليم جدا. أنا أقول طرح سليم، أولا دفاعا على مدراء المؤسسات ولتبرئة المسؤولية أيضا. لا مش دفاعا على مدراء المؤسسات ولإظهار الحقيقة، لأن في الحقيقة أن مدراء الابتدائيات يعانوا معاناة كبيرة. مدير مدرسة ابتدائية يجد نفسه مجبر على قبول عامل يشتغل كطباخ لأنه ما عندوش اختيار واحد آخر. بلدية بعث له عامل في بعض الأحيان حتى من الشبكة الاجتماعية أو ما يسمى بالعقود أو ما با مش عامل، ومضطر يخليه يمارس هذه المهمة تاع الطبخ لأنه يعني. لكن سيدي المحترم، يعني هناك نقطة مهمة جدا، طباخ ليس من مجال الطبخ، لا يعرف يعني هناك يعني قواعد في الطبخ بالطبع وهناك أساسيات في الطبخ، راح يوكل فئة كبيرة من التلاميذ، يعني هو ما عندوش حتى المستوى المؤهل ربما لهذا الطبخ. كيف ما هي الحلول الجذرية؟ هذه الوزارة قد حلول، هل الآن الوزارة عندما ربما توظف طباخين، لأن قلت ما كانش طباخ، الوزارة راح تنحي الطباخ هذا اللي كان يخدم ويجيب طباخين مؤهلين؟ لا، هو في الأصل ما فهمتنيش، في الأصل ما مش موجودين طباخين، وأنا نقول هذا الكلام وأنا مسؤول على الكلام تاعي. في الأصل هذه النقطة اللي حبيت في الأصل شوف باش يعني باش نظهروا الحقيقة وفي نفس الوقت احنا نبحثوا عن الحلول اللي تخدم المنظومة التربوية وتخدم أبنائنا التلاميذ، ونطمنوا أيضا الوالدين ونطمنوا كذلك الأولياء. هو في الأصل الأولياء يعرفوا موجودين ويعرفوا، وأغلبية تاع يعني تاع الرأي العام يعرف هذا المشكل، أن على مستوى المؤسسات التربوية في التعليم الابتدائي نقدر نقول أكثر من 90% من العمال الذين يشرفون على عملية الطبخ ليس لهم أي علاقة بالطبخ وغير ولا بتكوين وغير مختصين في الطبخ. الآن لما وزارة الداخلية تحمل المسؤولية بشكل كامل، نتمناه من وزارة التربية من وزارة الداخلية أنها تجد الحلول لهذه المشكلة. على الأقل فيها مراكز تكوين مهني، فيها مراكز مختصة، فيها مدارس تاع سياحة اللي تكون طباخين مختصين وكذا. ماذا بنا على الأقل وزارة الداخلية تجد
حلول لهذا. إن شاء الله يكونوا أيضا مختصين في التغذية، لأنه التغذية مهمة جدا. هناك يعني أكلات لا يحبذ أن تقدم لأطفال طبعا، وهناك أكلات لابد من الطفل يركز عليها في اليوم، بروتينات وربما فوائد غذائية، مثل هناك مثلا يقول لك الطفل الصغير ما تكترلوش من الحلوى، ما تكترلوش من، هو في نظام خاص بالتغذية، نظام خاص وهي نقطة مهمة جدا، يعني لا لابد أن لا يستهان بها. طبعا طبعا نتمناه منه. هو 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 على كل حال فيما يخص التغذية تاع الأبناء، أعتقد أن سواء وزارة التربية أو وزارة الداخلية مش ممكن إطلاقا باش تخرج على نظام التغذية لأن يعني في 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 صرامة كبيرة. الإشكالية اللي موجودة هي عدم وجود المختصين اللي يعني يشرفوا بطريقة مباشرة على تسيير المطابخ وعلى الطبخ في حد ذاته، وهذا الشيء اللي نتمناه أنهم يعني يلقوا له حلول مناسبة. والحمد لله رب العالمين كما ذكرت الآن فيها مراكز تكوين تكوين عديدة يعني مختصة في هذا المجال، أكيد. نتمنى أنها تفتح أولا، هي في حد ذاتها حل لمشكلة، وكما ذكرت كما تفضلت ضمان لصحة أبنائنا، وفي نفس الوقت هي عملية تاع توظيف وما أكثر يعني ربما ناس يستحقون هذا المنصب، يعني طباخ يروح خدمته طباخ ويعرف كيفاش. هناك نقطة مهمة جدا أخرى أيضا، تقع في الإقامات الجامعية، تقع في المتوسطات، ربما تقع في الثانويات أيضا، لكن هي ممنوعة، احنا ما نقومش نشجعوهاش بالطبع، لكن في الابتدائية أخطر وأخطر. لماذا؟ لأنه هناك بعض تسمى اللي يمولوا المدارس الابتدائية يمدوا لك لادات مثلا تاع خاصة الأجبان، ها منتهيات قالوا تبقى نهار ولا زوج، يقول لك مدوا الابتدائية خلي الطفل ياكلوا وانا ندي دراهمي ما يهمنيش في الطفل. هل هناك مراقبة جدية؟ يعني الطفل لما ما زالت استوماته رهيفة، وما زال لما يتعرض لتسممات غذائية هي كارثة بأتم تحمله الكلمة من معنى، وحدثت مثل هذه التجاوزات. يعني نقول لك في الإقامات الجامعية، لأن الإقامة الجامعية لما يعطيك أنت مثلا حاجة انتهت صلاحيتها أو قالها يومين أو ثلاثة، يومين أو ثلاثة على طفل صغير يعني ما تعلق. مضرة أعتقد حدثت واقع هذا حقيقة، هذه حقا، وإنما يعني مقارنة ربما بالأعداد الكبيرة والهائلة تاع المطاعم خاصة على مستوى قطاع التربية الوطنية، أعتقد أنها يعني حالات معدودة، حالات معدودة ويعني محدودة جدا. وبطبيعة الحال يعني المسؤولية مشتركة بداية من المؤسسة في حد ذاتها ومدير المؤسسة، مرورا على مفتشي التغذية تابعة لوزارة التربية، والآن في مع وجود هذه المعطيات الجديدة وهذه التعليمة الأخيرة تتحمل كذلك المجالس البلدية الآن المسؤولية تاعها، لأن عندها جزء من مهمة المتابعة والمراقبة واللي لا يعني واجب عليها باش يعني تسهر في هذا الاتجاه. ونظن ان انا تقييمي، نقول تقييمي ان الحالات تاع التسمم يعني كانت حالات يعني محدوده جدا، لكن نقول هذا الكلام هناك خوف كبير ان تعمم، بما انه كانت هناك حالات يعني صح الشيء لا يقاس عليه، ولكن اذا عممت اصبحت كارثه. هو لا اعتقد ان تعمم. لماذا؟ بكل بساطه لأن زملائنا مدراء الابتدائيات أو صارمون. أو صارمون، وثانيا حريصون على صحة أبنائنا، حريصون على صحة أبنائنا، وثالثا يعني واعون جدا بحجم المسؤولية وما يترتب عنها في حالة حدوث أخطاء أو يعني مشاكل من هذا النوع، يعني فيه إجراءات صارمة من قبل وزارة التربية. يعني إجراءات صارمة من قبل وزارة التربية، هل تم تسجيل تجاوزات؟ وبعد هذه التجاوزات ماذا قامت، ماذا فعلت وزارة التربية؟ إذا كان عندك يعني هناك أعتقد أن أمثلة أن نذكر فيها. لماذا راني نقول أنها حالات يعني بسيطة جدا؟ أنا نذكر أن فيها
في بعض الحالات يعني حالتين أو ثلاثة اللي مدراء المؤسسات يعني فاتوا حتى على لجان متسويه الاعضاء لجان التاديب وكاين اللي تم انزالهم يعني فصلهم من الابتدائيه مباشره كاين اللي طبعا فصلهم عن هذه المهام يعني انزالوا ربما من مدير مؤسسه ورجوعوا الى استاذ وبالتالي هي عقوبه كبيره عقوبه يعني من درجه كبيره والأسرة التربوية تعرف ربما هذا لا يقلل من شأن الأساتذة يعني من مدير إلى أستاذ هذا لا يقلل من شأن الأساتذة لا 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 الأستاذ لماذا نقول لك أستاذ أستاذ لأن أستاذ ما عندوش مسؤولية المطعم صحيح. يعني الهدف الأساسي هو يعني إبعاده عن هذه المهمة إبعاده عن هذه المسؤولية ومهما يكون الأستاذ هو هو الرمزية تاع قطاع التربية أنا لحد الآن شوف أستاذ قراني في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعات لحد الآن نحشم منه بارك الله يعني الأستاذ يبقى أستاذ وهذا شوف هذا دلالة على نجاح المنظومة التربوية أنت نموذج تظهر نجاح المنظومة التربوية يكون الاحترام هكذا للأستاذ والأستاذ حتى في العقيدة تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك خيركم من علم وتعلم خيركم من علم القرآن وتعلمه أكيد أكيد يعني لم تجبني عن السؤال ما هي التجاوزات ربما التي ماذا فعلت وزارة التربية مع التجاوزات فصل المدير بالطبع ولكن يعني تنقل حتى للقضاء هناك ما تنقل لا هذه إجراءات إدارية هذه إجراءات إدارية مهم جدا أن يعرف كل المدراء الإجراءات الإدارية مهم جدا أن المدير يعرف القانون شوف ثقة تماما أن الأسرة التربوية برمتها تدرك هذا الشيء وربما هذه الحالة أو اثنين اللي تكلمت عليهم أنا كحالات يعرفوها في كثير من الولايات أن خاصة أنه إحنا عصر تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي بارك يعني كل شيء أصبح مكشوف أصبحت الناس تتواصل يعني في فضاء مفتوح وعندها كل المعطيات وعندها كل لكن تبقى دائما حريص باش نأكد ان هذه الحالات هي حالات محدوده وكما ذكرت الشاذ يحسب ولا يقاس عليه يعني جل المؤسسه تاعنا التربويه تمشي في هذا المجال بشكل عادي وزاره التربيه باتخاذ هذه الخطوه الجباره والعملاقه قد خففت من أعباء السادة مدراء المؤسسات الآن على الأقل مدير المؤسسة التربوية معفى من كثير من الالتزامات أمام الأولياء الآن لما الأولياء يكونوا عارفين وداركين باللي لما ما يمشيش مطعم على مستوى مؤسسة المسؤولية تقع بشكل مباشر على المجالس البلدية هذا في حد ذاته يعني تخفيف على المنظومة التربوية وعلى مدير المؤسسة مهمة جدا يعني هل هناك أولياء يعني العديد من الأولياء يعني الأب والأم يقولك أنا حاب نشوف المطعم ليأكل فيه وليدي حاب نشوف يعني ما كانش هناك ربما زيارات ميدانية أو تنظموا هكذا ينظموا الابتدائيات على مستوى الوطن ينظموا حتى يا سيدي حتى نهار خلال أشهر باش يشوف الأولياء ولا الوالدة ولا الوالد المطعم اللي ياكل فيه وليده واسكو هو نظن يعني على مستوى كثير من الولايات هذه يعني العملية يعني معمول بها يعني هذا معمول بها عند إبداء الرغبة لما الولي يبدي الرغبة تاعه ما اعتقدش أن يرفض المدير ما اعتقدش أن في مدير مؤسسة يرفض طلب كما هذا طيب تحدثنا عن طباخين في الابتدائيات لكن لا نهمل الجانب النفسي لا نهمل الجانب التربوي لا نهمل من يشرف على تربية الأبناء كيفاش يأكلوا كيفاش يقعدوا كيفاش هذه نقطة مهمة بالطبع لكل التلاميذ الصغار لأنهم يعني الصغار لازم يتعرف أكيد الأسرة هي اللبنة الأولى ولكن حتى المدرسة هي يعني مدرسة حتكون عندها ركيزة أقوى وأكبر من يشرف على كيفاش التلاميذ ما يضربوش بعضهم كيفاش يأكلوا كيفاش طريقة الجلوس كيفاش هو للأسف الشديد ما كانش هذه النقطة للأسف الشديد
أولا القوانين والمناشير التي تسير المطاعم المدرسية هي قوانين أعتقد تجاوزت 45 سنة. أنا نقول هذا الكلام وأنا مسؤول عليه 45 سنة. يعني لماذا ذكرت أنا بلي هذه الخطوة عملاقة من طرف وزارة التربية لما يخرج قانون في هذا الشكل؟ دون شك ستليه مجموعة من القوانين والمناشير التي تسير في نفس الاتجاه والتي تعمل بصفة عامة على رسم وتحديد خطة معينة لنظام المطاعم المدرسية، وهو نظام يستدعي الكثير من الأمور كما ذكرت. أنا منذ 4 أيام أو 5 أيام نزلت من لبنان وشاهدت رغم أننا متميزين عليهم، هما عندهم ما يسمى بالتعليم العمومي لا يصل إلى 30%، أكثر من 70% كله تعليم خاص. لكن في هذه الأمور كثير من الدول مشات طورت في 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 هذه المكملات التابعة للمنظومة التربوية ككل. تطور كآخر سؤال. الجزائر في هذا في هذا في 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 هذه الأمور للأسف الشديد لم نتطور بكل صراحة. لماذا لم نتطور بكل صراحة؟ لأننا ربما معطيناش أهمية لبعض الأمور هي من الأولويات، وكنا نشوفوها باللي أشياء ثانوية. الدولة كدولة ركزت على الإطعام المدرسي، وحقيقة يجب أن تقال أن الإطعام المدرسي انتشر بشكل جد إيجابي، لكن للأسف الشديد لم نضع نظام لهذه التغذية المدرسية، وكأن التغذية المدرسية أصبحت من بين المعالجات الحالات الاجتماعية، أصبح الدور تاعها وكأننا نعالج حالة اجتماعية، لكن في الحقيقة يجب أن تكون إضافة. نعم. لا يجب أن تكون، هذا مهم جدا. نعم. إضافة للبيداغوجيا. لازم نتصور أننا لما نغذي الطفل الهدف الأساسي مش لأنه ما عندوش الأكل في الدار، الهدف الأساسي باش يقرأ مليح ويؤدي الدور تاعه مليح ويكون عنده ويكون هو في حد ذاته ويتعلم آداب الأكل وآداب الجلوس وآداب كل شيء. شكرا جزيلا لك سيد العموي الأغليظ رئيس الاتحادية الوطني المستقلين قطاع التربية سنطيب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر ببرنامج شروق مورنينغ. مشاهدينا الكرام.